غزة بضة يبرجة يهودبة ويجو أنتها انتظر يكرنتظر يبيه وحي أمرا إسرائيل ملك عمر كران متجره وحبس كرك كقاون واي حبس بيكجره أنت عصو صني حبس كجره ماش هذا كيسان إلهي بان إذن كل داريه مريكا مركو دونتي سي قادي شيرتي ديارتها قادي شيرتي صوتها قاتشين هاي حاجه بو صودا مروش مولا دغالما يا مسجين ولا دغالما يا بريطانيا انجليز كومركو ديار بو هاي مراكيب تدغال كصوتا قاتشين هاي حاجه بو صودا ورمشا يرتي دورك كيلو متر ا اللغو هريري سي نفتو هاي صو ا وحكا ستو افا الله استعماله ما حيتا واحد ولا قاتشين يسال محيطة بلدك سويدي أو عدالة الشيغين أو بني آدم لمدي أو عرورتا بابايس أو عرورتا لقوبيو أو دمر كان لبابئين أو محو أهي مقالدا دبك اللقبت سيني أو بني آدم لمدي إنسانية دي أو ووحي نوع بين سندين نوع بين لكن سعون ويدا دان إنا يتحيى منافق نما صوبع ولو في رسو يوكراين مركو كسو دولي روشكو قيبا كم إذا كقبصده سيقول لك ميام في رسو إسرائيل تضبات سنة كبدا مسلمين تربك أقوها سنة سيقول الله ميام فيرسو منافق واي لكن أقويها كني سياسيين تاني كويني وحبرتي أيا وحلي وحل قد عد إلا إياه ورق البيت هو منافق عدالتنا ملة ديننا ملة قيمنا ملة أخلاقنا ملة وروح انتهت فهنتان حقائق ذا النور هذا رق البيت هو منافق قول له وتشيلا وتشي فرب بدن أو قضية ذو كفير يدنتي سيا مصلحة دي سحقت دني كوك جرتها السجى إسرائيل ما شد شيء السجى نو ضمان القاضي أنت إسرائيل شوكت قوة بريك الحقوق أود بدن إلى أحد وحكستوا إسكودا ينو أود هذا سو جارنا ينو قم عيانه يجو أي بربوريان أيجا ما شد شيء أيجا إلى لنا أيجا نتقال كوجر halka waxa soo baxay marka reer galbeed mareekan hoggaaminaya iyo yurub ay daba joogtaa iyo wixii la mid ah cadaaladna male qiyamna male akhlaaqna male insaaniyana male waxii sheegayaan waa been been turftornimo waa waxba kama jiro xaqiiqadaasina banaanka ay taala ahdaasta iyo dhacdooyinkaana kashifaya beentii la sheegay xaqi wax yar markay yimaadaan banaanka soo baxaysa inay soo xaq jiro وحاك الله مضان إن الحسنو دقال كاني حقيب كل من دونه قرآن كإلهي نبو شيء نبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة دي سنة نبو شيء دقال كاني وحقود من دونه يهود إن إيسان رولكا دقنانين لغانا أتكاظو ربي قرآن كريم كتبارك وتعالى بو نبو شيء سورة الإسراء باللو قيد الرب وحشاك تبارك وتعالى آيذها كقه الله وقضينا إلى بني إسرائيل رب بني إسرائيل وحن قارسيني أول أشاك نيب ربي لتبارك وتعالى كتابك اللي قصوتك وحن أشاك نتوريدها إني دولك لبقور فسادين دونان كرنقون دونان وحبربورين دونان ظلمين دونان إلهي عاصين دونان الضوبادو كوحد قد بدونان لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لبدا قور الولك آد فسادين دونان أي فسادين دونان مد والببلن ربي باسارا مدي هوري بلنتي مركات سميسان بلنتي ربي وقتي يدون تمادو بعثنا عليكم عبادا لنا وحان إذن كسو صاري دونا أبو ألا يري الدومو عيدمو خلقي غيقة كمدا أيان إذن كدير دونا بالي لتبارك وتعالى مركزي إذن قبصن دونا أو إذن بربورين دونا أو قريهين كل احتمشلين دونا أو سي دونا إذن كييري دونا أو إذن دلين دونا أرن كاسين وحكم آن حكمي وصعن دونا بالي لتبارك وتعالى أنا أحب لك بدلك فساد كهوريات كوك عدين حقار موها ييو إلهي كسل لدي مسألة قرآن كو عدي معد ما هي مفسرين توحك الشيء قالي مين مركي اللي الدليو رولك اللي يقف صدو اللي بربريو اللي إهانيو اللي الدليو إذا ماذا إلهي يقدره الله يقول تبارك وتعالى ثم رددنا لكم الكرة دولة نمدي أودي بان إدي سوحلين هنا
dhaqaalaan idin siinay ciidamo farabadan iyo dad dagaalamaad helaysa markaas waxa la idin soo xilinaya awoodi adawgiini ba ilaahay idin ka sharfinaya halka marka joogtaan oo awood iyo dawladnimo kale la idin siiyo alla wuxuu yiri in ahsantum ahsantum li anfusikum hadaan marka wanaag u dhaqantaan idinkay idin taala idinkay idin anfic wa in asa'tum hadaad xumaan ku kacdaan falaha naftiina ma iskale waad fahantin sooma halkaasay idin la mari doontaa meeshay idin la martay bay mari doontaa kolba saad u dhaqantaan waa middi labaad fasaadintii labaad markay timaado ood mar kale awoodda ilaahay idin siiyey si khalada u isticmaashaan ood kibirtaan alla tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi markaana ciidan kale ilaahay idinku soo dari doo diri doona iyo ummad kale la idinku salli doona ummaddaasi wajiyadiina xumayn doonaan way idin dullayn doonaan waay masjidkii iyo dhulkii bay mari doonaan oo ku tamashlayn doonaan wax kastoo gacantooda gashay burburin doonaan oo eber ka dhigi doonaan dhulkay mari doonaan markaasay idin baabi'in doonaan waa markii labaad ood isla weynaataan ood kibirtaan ayadana waxaa la yidhi intaa markii laydinku sameeyo casaa rabbukum an yarxamakum ilaahay inuu idin naxariistu mudan yahay oo cadowgii haddana idinka qaado oo haddana waxoogaa awooddii iyo nafisii wax idiin soo celiyo halkaa markay marayso dhegayso marka sunnada ilaahay ilaa qiyaamada socon doonto tanuu marka ilaahay u dhigay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi wa in cudtum cudnaa haddaad ku noqotaan markastood ku noqotaan kibirka iyo islaweynanka iyo dulmiga annagana waxaan ku noqonaynaa inaan idin ciqaabno oonu addoommo kuwaya idinku sallida buu alla leeyay tabaaraka wa tacaala markasta ilaa qiyaami saaca hadda soo mayna kibrin oo adduunkii ma fasaadinin adduunka dagaalada ka socdaaye dagaal ayna yahuuddu sal ku lahayn waa yaryahay waana midda ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala qur-aanka ku sheegay ee rabbi inoo sheegay tabaaraka wa tacaala inay yihiin ahlu ifsaad iyo dagaal hurin rabbi tabaaraka wa tacaala wa kullamaa awqaduu linnaar kullamaa awqaduu xarban naaran lilxarbi atfa'aha allah kullamaa awqaduu naaran lilxarbi atfa'aha allah wallahu laa yuxibu lmufsidiin mar kasta dab bay hurinayaan caalamka dabka iyo dagaalada ka socda iyo kulli lug bay ku leeyihin way kibreen marka way ismahadiyeen ya reer galbeedka iyo maraykanka taageeradooday wax moodeen waxaad aragteen bay marayaan maxaan sugaynaa marka caadu ayagii waa ku noqdeen maxaan sugaynaa marka waxaan sugaynaa ballantii rabbi ahayd cudnaa annaguna cuquubadiinaan ku noqonaynaa laakiin goorma iyo biyadi man taasaan sugaynaa sidoo kale fii suurati alacraaf rabbi waa ka inoo sheegay tabaaraka wa tacaala markuu ka sheekeeyey degmo reer bani israa'iil ka mid ah oo la yidhi maalinta sabtida ha dabanina malayga oo intay xeeladaysteen malaygii dabtay oo rabbi ka sheekeeyey kadibna qaybsamay oo saddex qaybood u qaybsamay qaybtii la keri waayeyna alla tabaaraka wa tacaala uu daanyeero u beddelay halkaa markii qisadaa laynooga sheekeeyey aakhirkeeda rabbi wuxuu yidhi wa id ta'adana rabbuka rabbiga wuxuu ogeysiiyo cid walba ogeysiinaya layabcathanna calayhim ilaa yowmi alqiyaamati man yasuuhum suu alcadaab inuu ku soo saari doono ree bani israa'iil ilaa qiyaamada laga gaadhayo mar walba cid dhadhan siisa cadaab midka ugu xun cuquubo midda ugu xun cid dhadhan siisa inuu mar walba ilaahay ku soo saari doono rabbi ogeysiinaya addoommadiisa taa ogaada marka ma aha wax soo dhacay oo dhammaaday oo taariikhda galay maaha laakiin waa ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamada laga gaaro nebigeenna maxamed asii fasiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka saxiixi muslim ku yaala nebigu wuxuu yihi sal alayh wasalam muslimiintu waxay la dagaalami doonaan yahuuda ilaa ay laayaan oo ka adkaadaan dagaal xun baa dhici doona markay ka adkaadaan baa yahuudigu intuu cararo wuxuu ku gaban doonaa geedaha iyo dhagaxaanta iyo buuraha hoosood gadaashooday ku gaban doonaan markaasaa waa ilaahay tabaaraka wa tacaala mucjizaadkay ka mid tahay geedkii iyo dhagaxii uu gadaal kaga gabaday baa hadlaya wuxuu leeyahay muslimow addoonkii ilaahayow yahuudi baa gadaashayda ku gabanaya kaalay dil hal geed mooye geedaha dhammaantood iyo dhagaxaantu muslimiinta u hiilinaya halka geed waa geedka la yidhaaha qarqadka la yidhaaha
النبي صلى الله عليه وسلم جيدها يهود وكم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مركه ودقال حتى اي جيدها يبوره قلي دولا وحل غيابا الى الله يبتانو تر هذا هو جمادات سبي دقالك هو قال سي او هليان او امسا سغن جمادات هلي بدك لي سو ما اوجد جمادات كان انو هو ريكسن اني اضوم الهي انو عيدنك زيهين الله تبارك وتعالى حلق دوني سيدو دونو استعمالي كرو ليس على الله بعزيز إلهكم أتك تبارك وتعالى حقا يدقال كان يكسو عدا نهاية وكسو عدا وتقران كنا كورمي نبي محمد إنو عدي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة بنبلي مركا دقال كاسي رعي ومر قيامته سور دواتي ومر أن سوغ إنو مرتق ما ومر قيامته سور دواتي أرن كاسي مركا وحي وحي قلبي قددك مؤمنين تا مرحلة الله مري والسوكا نكاشدي مريكان اسرائيل نوعي يوروب غير كود باي سوكاشدي مسلمين مسلمين تونا انت تبرتو دا وحي نفي كتشير تاي ونوليهم ولي خطبتي هران كاها اللي امدني مردي متو لكن وحوغا هردي كشا يا وحوغا ويرسي حتى وحوغا ويرد ضعيفتا لكن ما باب بعضه وحا كتشير قده هذا مفاجئات يا عجائب كتشير مروب الله يابلي ميي كل أحد أديك تاريخ أدونك أنت اللي قياسي كره ويل كنت خبي يروتها يا ديار هذا موتان موتان صواريخ بدل موتان وحي سمايان وقعمه هذا كل سمايان إن إسرائيل أي يدو أردن مقاييس تد رجل دونان أو أفد أسكرد عدونته أو أسكرد حتى عدن دونته عيدنك يصير دونك إسرائيل أردن ميي كل أحد ومدى وحبا كل أحد شرمرك ولقاين كل السهلنان حالدا أمدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركز تود استرا هذا ويبا بعضي أو قوس كشاي مركز سيقولنا وده هيسيد إلهي قرآن كي لو شيء تبارك وتعالى مركز أي ترا هذا متى نصر الله هي الذي إلهي قرما واي مركز سواح الله يا ألا إن النصر الله قريب لكن أنت كهر رسا مراحل بالمري حال على أجن والمرية وحنكو جب جبيني dagaalka iyo dagaalada kale muslimiintu ku jiraanba qusmale qusmale maanta oo ay adduunka korkiisa joogno waxa la noolahay mareykanka iyo reer galbeedka iyo waliba qeyr koodo la socdo NATO iyo qeybteedba afghanistan bay dhowr iyo 20 sano haysteen koox yar oo daaliban la yidhaahday la dagaalamayeen oo wax quman aan haysanin wixii ka dhacay waa arkayseen حتى إنه مريكان مريه سيقادن واي وعلى الذي سيقادن واي ودتك قرب تاقنا لبي حكري واي هل هلال كلا عرر ورمعادا اوه اوه دي مريكك اوه اوه دي حلفات اوه اوه دي نيتو اوه ورويلش يركي الضالات داليبان تعبانك وحي هستان بإسكف ودود يعني اوه لبا تنسل اولاد قال لبي وحب اوه استعماله اوه وروا الدروس ربي إنا توصي وتبارك وتعالى ودروس ربي إنا هربي او واقع او انا هذا الاهين حقائق الكتالا حقيقه سي وحي كوغو قنعنيساي ربي تبارك وتعالى وكان حقا علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الهي وحو بلن قادي كما بخو لكن ددك دي با لسوغيا باذن الله تبارك وتعالى وقت الهي اوغو تلا كلينا وا جيرايو سو هورمري ميسو وحان كو غبغبينيا dagaalada muslimiintu ay galaan iyo dagaalada gaaladu galaan way kala duwan yihiin muslimiintu dagaaladii ku jiraan waa dagaalo qiyam iyo akhlaaq iyo diin la ilaaliyo waa meesha gaaladu waxay arkaan bacagta marinayaan dumar iyo caruur iyo wax walba dhowrkii bari ee tagay 4000 oo tan ma aha kiilo ma 4000 oo tan ka badan oo waxyaalaha qarxa ah ayay Israa'iil ku garacday Gaza كور دمر كماشه كل انت يا عرورتو تضوبق الوكبديه هذه اسرائيل وامريكا والرجال بيت وفير الصوره ده مركز اركتو قاتم كي مدو اسا او تالا او اد غرب دكتو مجاهدين تو مركز اسرائيل غلين سيباي اولا دقمن دمر كي عرورتا تضوبات سنه ايغو ظلمنا هو يوين كل اللاي ولا لهود اللاي عنتدي اللي جاكوي عبيتان اللي جاكوي دين عوال بلغة تاقين يهن نولش اللو دي دي او حناق سن هذا نمع ذلك مركي دمر كي عرورتي ريبني إسرائيل او تاقين ميي اللاي ور ميي اللاي مايا حتى سوي ربين
oo Israa'iil intay sameysay ay baydan ku qarciyay baynta madaxweynaha Mareykanka oo iska hadlay isagoo waxba hubsanin markii dambe Mareykanku waxa yiraahdeen waxaan hubsanay sawiradaasi inay been ahayn xaruur la gowracayo Hamas gowracayso waxba inay ka jirin baan ogaanay wax jira ma madaxweynuhu hadalkaa ku qaldan waru fiirsada haweenay laba ilmood bay wadataa labada gacmood bay ku kala wadaa maxmuus ahaan bay u qabteen markay qabteen waxay arkeen islaantan la daalaa dhacaysa labada ilmood mid bay ka qaadeen mid baa tun ka saaray oo ilmihii wada iyadana tii kale kii kale wada ma aha waxay iyagu sheegayaan xamaas ma aha mujaahidiintana ma aha waxa sheegaya waa haweenaydii lafteeda warbaahinta ka hadlaysa waxay leedahay way ila qaadeen ilmihii buu mid halkan saaray kii kalena anigaa wada waxoogaa markay ii wadeen bay waxay ku yidhaahdeen annaga muslimiin baan nahay diintanaduna nooma ogola inaan dumarka iyo caruurta laynaha argagixin marana way isiiyeen bay tiro waxay ku yidhaahdeen jilkaaga ku astur way i karaameeyeen bay tiri marada jilkaaga ku astur kadibna way isii daayeen way soo raaceen gurigayga agtiisa markaan joogay iga hadheen oo yidhaahdeen gurigaaga aad halkaa markaan marayo ayaa haddana koox kaloo iyagii oo yaacaysa isoo agmartay markaasaan meel buurin ah ama meel taaga hoostiisan aniga labadii ilmood ku gabannay wayna arkaan bay tiri noomayna soo leexanin horey bay u socdeen aniga labadaydii ilmood oo soconaa guriga nagii nabad ugu soo noqonay bay tiri ilaahay baan idinku dhaariyey been ma aha munaafiqnimana ma aha iska yeelyeelna ma aha sheegashada reer galbeedka ee Israa'iilna ma aha hadii xaqiiqatu lislaam nabigeenna wuxuu inay yidhi sallallahu calayhi wasallam haddaad dagaalamaysaan dumar hadilina dumar hadilina ayaal hadilina dad birmagadaya hadilina mahma culays haysto waxay ilaalinayaan taasa insaaniya qiyamka bini aadamka ee diintu la timita iyada oo ma aha hub kasta oo xaraama inta caruurta iyo dumarka loo isticmaalo haddana maraakiibta dagaalka ee mara ee waday bahlaha waday in lagu soo hogaamiyo la yidhaahdo meesha war xaq yaad la dagaalamaysaan yaad la masaakiintan 70 sano aad ku haysan xisaarka masalada marka wax way duruus baa socota duruus xaqaaiqda kala saaraysa inoo muuqata ilaahayna tabaaraka wa tacaala xaqiiqada soo socota inuu inana nooleeyo waa suurtagal haddaan ka hormarnana بلنك إلهي ورب إذن الله تبارك وتعالى مرنا إلهي مكوبي الله سنة إلهي وي تبارك وتعالى لكن وحين لقدون قد يضع إلى لن ولا نه ولا لذين أدعينه وهي أنكر كرنا لقانه أين النقونين قد يد محوها هاي إيجا كوئك وهي أنكر كرنا وحن آذو قحما سياسيين تصومالي ذا قار كمين أو ميديا هكال أو كوها هي فلس محوها هي عرب iyo waxay ka dhaxaysaa muxuu ahay Falastiin aan dhan iyo Yahuud maxaa anaga naga galay maxaa naga galay warba soo muslimati soo ruux iimaan la mati soo kitaab ma rumaysi soo sunnada nabiga ma rumaysi seeba hadalka ugu hadli kareysa seed u dhigi karsa qadiyadan ima khusayso adoo kitaabkaaga iyo sunnadii nabigaaga iyo diintaad uga hadlayso arrinkaas marka wuxuu u baahan yahay dareenkeenna ha ku jiro waxaan qaban karnana wuxuu ku xidhaya kolba tabarteena biidillaahi tabaaraka wa tacaala sallu wa sallimu ala khatami alanbiyaa'i wal mursaliin allahumma salli wa sallim wa baarik ala abdika wa rasuulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iina wa radallahu an as-sahabati wa tabi'iina wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmiddiin allahumma a'izz diinaka wa kitaabaka wa sunnata nabiyyika ya hayyu ya qayyum allahumma ansur ahla ghazzah ya arhamar rahimin allahumma arham ahla ghazzah wa falastin ansurhum nasran mu'azzaran 'ajilan ghayra ajil ya arhamar rahimin allahumma kun lahum 'awnan wa nasira allahumma kun lahum 'awnan wa nasira allahumma 'alayka bil yahud wa 'alayka bil ghasibin wa 'alayka bil mu'tadin wa 'alayka bis sahiyuniyya ya arhamar rahimin allahumma khudhum aqda 'azizin muqtadir اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين وانصر عبادك المستضعفين اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك bisharo 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 hadii safar loo gali jiray barashada quraanka hadda waxaad ku baranaysaa quraanka iyo culuumta shariicada adigoo oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo shariicada Islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa kamida barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo higada culuumta shariicada Islaamka tarbiyada awlada iyo luqadda Carabiga
هذا بعض خورست واي سعطاء هلا هروجان وحيفا فاهينا كل حريت نبرة الشاشة دك على مقطع هموجاني دوكسيكا أبلانك برشة القرآن الكريم كان يعلم تشريعات إدار الهجرة.